أخبارية دمشق، معنا ديما شامي عضو شبكة شام من دمشق، أهلا بك. نعم، مساء الخير. نعم، ضعينا على آخر تطورات في دمشق وريفها. بالنسبة لي يعني آخر وأهم التطورات هو الحملة العسكرية الضخمة التي يشنها النظام على ريف دمشق الجنوبي. كان هناك محاولات اقتحام من 5 محاور بنفس الوقت. كانت أيضا هناك محاولة التفاف على الذيابية والحسينية، ومحاولة لاقتحام حارة غربة في حجيرة. محاولات الاقتحام طبعا ترافقت بقصف عنيف غير مسبوق لم تشهده المنطقة، أيضا قصف بصواريخ داوود الإيرانية كما نقل لنا أحد الإعلاميين من المنطقة، إضافة إلى القصف بالطيران الحربي السوخوي. منذ تقريبا حوالي الساعة والنصف كان هناك 3 غارات بهذا الطيران على المنطقة. محاولات الاقتحام طبعا مدعومة بعناصر من النظام وأيضا ميليشيات عراقية وإيرانية من لواء أبو الفضل العباس. الجيش الحر قاوم هذه المحاولات وفجر دبابة، إضافة إلى يعني ما نقله لنا أحد أفراد الجيش الحر عن مقتل أكثر من 50 شبيح وإصابة العشرات، واغتنم الجيش الحر أيضا غنائم عبارة عن رشاش وقاذف وبنادق. بالنسبة للوضع الإنساني فهناك عدد كبير من الجرحى بسبب القصف العنيف على المنطقة. اليوم هناك يعني أكثر من 15 جريح وردنا، وأيضا يعني هناك جرحى في الأيام السابقة، ويعني مفقودة السيرومات تماما والأدوية الطبية، ويعني المواد الغذائية أيضا مفقودة، والأهالي هناك يعانون جدا ويقتاتون على المؤن التي لا زالت مخزنة في المنازل فقط، لا يعني يوجد أي دخول للمواد الغذائية إلى المنطقة لأنها محاصرة تماما، ويعني هذه المؤن تكاد لا تكفيهم. ايضا مخيم اليرموك يعني شهد حمله واسعه وقصف عنيف منذ ان قام النظام بتركيب منصه لاطلاق الصواريخ على احد ابراج القاعه في حي الميدان المجاور. سجل منذ بدء تركيب هذا المنصه حتى الان اكثر من 300 صاروخ، ويعني يحق لك ان تتخيل ما يخلفه هكذا عدد كبير من الصواريخ وحدد من الدمار هائل وواسع بهذا المخيم. أيضا جبهة المرج اليوم بالغوطة الشرقية مشتعلة، فيها تطورات هامة. قابلها النظام أيضا بقصف عنيف، أكثر من 10 صواريخ أرض أرض استهدفت بلدة الدير سليمان وما حولها، أيضا قصف صاروخي ومدفعي تعرضت له الجبهة بشكل كامل. الجيش الحر طبعا قاوم واشتبك مع جيش النظام ودمر 4 دبابات لقوات الأسد، إضافة إلى عربة بي ام بي وعربة شيلكا. وأيضا هناك يعني خبر نقلوه لنا عن مقتل أكثر من 55 عنصر من قوات النظام ومرتزقة حزب الله باستهداف مقار الشبيحة وعناصر من حزب الله، هذا طبعا نقلا عن المكتب الإعلامي في منطقة المرج. بالنسبة لدمشق اليوم فيعني الحملة لا تزال على برزة التي كانت تشهد قصف عنيف، أيضا القابون شهدت قصف واشتباكات يعني داخل الحي، وأيضا الجيش الحر قام بتمشيط بعض التي كان يسيطر عليها النظام. معظم الأحياء الجنوبية تشهد قصف عنيف كما ذكرت، وسقطت عدة قذائف هاون اليوم في وسط العاصمة دمشق، في حديقة تشرين قرب ساحة الأمويين، أيضا في القرب من مسجد سعد بن معاذ في الساحة، إضافة إلى قذيفة وردنا أنها سقطت أيضا في منطقة باب تومة وأيضا في حي الميدان. بالنسبة لريف دمشق إضافة إلى الجبهات المشتعلة التي ذكرتها، هناك قصف اليوم شهدته حرستا، وقصف أيضا بالطيران الحربي استهدف قرية عسال الورد من منطقة جبال القلمون، إضافة إلى القصف المدفعي على الزبداني. الريف الغربي أيضا يعني لا زالت جبهات دارية ومعظمية الشام تشهد تصعيد وقصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام. قطنة أيضا لا زالت تعاني من حملات المداهمات والاعتقالات ويعني ذوي الانفجارات التي الذي يسمع فيها من المناطق المجاورة. نعم ديما شامي عضو